مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. نحن معكم من أمام مجلس النواب، من أمام هذا الاعتكاف البرلماني المستمر من قبل النواب التغييريين والنواب المحسوبين على ما يسمى التيار السيادي. الآن في هذه الأثناء مرشح رئاسة الجمهورية ميشيل معوض المدعوم من التغييريين والسياديين وصل من مطار رفيق الحريري الدولي، كان مسافرا، وصل إلى هنا مباشرة للانضمام أيضا إلى النواب الموجودين داخل البرلمان هنا. النواب بدأوا يتناوبون ويؤكدون ضرورة التواجد والدوام داخل مجلس النواب ريثما يحصل ضغط كبير فيما يخص استحقاق رئاسة الجمهورية، لأنهم يعتبرون أن هذا الاستحقاق هو الذي يعرقل كل الأمور الحياتية الأخرى المتعلقة بالمواطن مباشرة والتي تنعكس على حياة المواطن اليومية وبشكل مباشر. سأتحدث مع المعارض والكاتب الصحفي محمود فقيه. محمود فقيه كمرشح سابق للانتخابات النيابية، خطة الانتخابات النيابية أيضا اليوم تدعم هؤلاء النواب، ما رأيك فعلا؟ راحت معي الفصحى على الآخر، شو رأيك فعلا بموضوع الاعتكاف البرلماني هيدا؟ ليك ملحم خلف عم يتصرف بالمسؤولية اللي أوكلها له الشعب اللبناني، ما لقى عنده إلا هذه الفرصة ليكسر هذه الهيمنة وهذه التسلط يلي عم تنضال في بواب البرلمان من سنين لهلأ. هذا البرلمان منه وكالة باسم حدا وما في حدا يسيطر عليه. هؤلاء النواب اليوم عندهم فرصة أيضا، المي بتكذب الغطاس. اليوم كل النواب يلي عندهم فكر تغييري وبيعدوا حالهم ثورة وبيعدوا حالهم بحبوا يغيروا لبنان لازم يدعوا يتضامنوا مع ملحم خلف ومع نجاة صليبة ويكونوا حد بهذا. أنا برأيي هذه سابقة تاريخية بالمشهد اللبناني فعلا، ولا مرة شفنا هيك شيء، ولا نهار حدا قال أنا بدي اتصرف ضمن مسؤولياتي، وهني ما رضيوا على حالهم يشوفوا هالمسرحيات ويطلعوا فيها ويروحوا ويجوا كل خميس وكأنه شيئا لم يحصل. هيدا في جلسة 12 قطع 11 وهلأ جلسة 12 والمشهد هو ذاته. برأيي هذه فرصة لكل واحد عنده نفس تغييري يقعدوا ويصير في تنازلات اذا بدك بين بعضهم البعض، مش عم بحكي عن تكتل التغيير، بين النواب اللي بعدوا حالهم بين هذا الخط ليخرجوا اليوم اسم حقيقي يمشي الشارع ويحملوا الى قصر معبده قبل ما يحملوا البرلمان اللبناني. طيب اليوم الاحزاب الاخرى يلي هي بدأ التغيير وهي تدعم التغيير ولكن هي كانت جزء من السلطه، ولكن هي بتقول انه مستعده لانه تتحاسب، هل تدعم هي فعلا اليوم ميشيل معوض؟ وقديش ممكن تلعب دور من خلال عدد النواب تبعولها؟ في بعض الكتل اليوم اعلنت انه هي حتعتكف وحتعلق مشاركتها بالبرلمان اللبناني، وهيدا وكانه تراجع عن ترشيحها لميشيل معوض. اليوم هذا الاداء بشكل اذا هذا الاداء حقيقي بيكملوا بهذا الترشيح، ومثل ما قلنا المي بتكذب الغطاس يتفضلوا على البرلمان. استاذ ميشيل معوض اليوم تفضل تعطوني ثانية وبرجع لكم يلا سوا نحن على الهوا. استاذ ميشيل اليوم هيدي خطوة الاعتكاف البرلماني إلى ماذا ستؤدي برأيك؟ أولا هي انتفاضة منا اعتكاف، انتفاضة لإعادة الاعتبار للدستور. المادة 74 و75 من الدستور بيقول بوضوح أن المجلس النيابي صار هيئة انتخابية منه هيئة تشريعية. هيدي قصة محاولة جرنا من خميس لخميس، محاولة تعطيل الاستحقاق لفرض علينا مرشح أو تسخيفه ليجرونا على الملل ولفرض علينا مرشح، هيدا موضوع ما رح نقبل فيه. من هالمنطلق أنا سبق وقلت من كم يوم بمؤتمر صحفي أنه لازم نواجه بطريقة مشتركة التسخيف والتعطيل، هيدي خطوة بالاتجاه الصحيح. هلأ هالخطوة تودي جوابا على سؤالك، بعد بدنا نستكمل هيدي الخطوة، ما بكفي ننتفض ضد، صار مطلوب أنه نتحمل مسؤولياتنا ونتوحد تنقدر نوصل رئيس حل، رئيس سيادة وإصلاحي،
قادر حقيقة يكون مشروع حل للبنان، للدولة اللبنانية وللبنانيين. طيب اليوم في أحزاب هن تغييريين وكانوا جزء من السلطة، نعم، ولكن هن كمان مثلكم يطمحون إلى وقف هذا التعطيل. عم يدعموكم برلمانيا يعني من خلال النواب، يعني مثلا عندنا حزب القوات، حزب الكتائب، اليوم الحزب الاشتراكي قديش هو معكم؟ نحن نكون واضحين. انا اليوم قدمت ترشيح على اسس واضحه. عمليا الاحزاب اللي سميتهم دعموا هذا الترشيح. المطلوب انه نستكمل وحده صف المعارضه تنقدر نجمع الاحزاب والمستقلين والتغييريين، القوى السياديه والاصلاحيه والتغييريه مع بعض، لانه كلنا مع بعض قادرين نعمل فرق. اما اذا كنا مشتتين ما رح نقدر نعمل فرق، لانه هن مصرين على الامساك بالبلد وعلى مزيد من ذل اللبنانيين ومتفقين. حكي معك رئيس البرلمان نبيه بري او اي حدا من قبل؟ ما حكيته بهيدي المرحله. يعطيك الف عافيه وشكرا. شكرا لك. اذا يعني حتى هذه اللحظه رئيس مجلس النواب لم يتصل بميشيل معوض. الان في هذه اللحظات دخل النائب ميشيل معوض الى البرلمان وسينضم الى النواب الموجودين في الداخل. الاجراءات الامنيه لا تزال متخذه هنا. اذا نحن شايفين في عنا الاسلاك الحديديه وفي عنا الحديدة العملاقة اللي وضعت في الداخل، إضافة إلى كل ما يلزم من عدة مع العسكريين من العديد المكلفين بحماية مجلس النواب. طبعا الحماية هنا تطرح إشكالية كبيرة، الحماية ممن هؤلاء المعارضون يريدون حماية مجلس النواب من الهيمنة الحاصلة على المجلس، وهؤلاء يقولون إنهم يحمون مجلس النواب من أن يخترق أو من أن يتم الدخول إليه. طبعا هناك بعض، بدي استكمل بس الحوار مع محمود فقيه الكاتب والصحافي والمرشح السابق للانتخابات النيابية. هاستكمل معك هيدا النقاش اليوم. هل علمتم بأي تهديدات وصلت إلى النواب التغييريين؟ تهديدات بالتضييق عليهم؟ شو أبرز المعلومات؟ هلا بالطبع في تضييق بالنسبة لهم، إنه عايشين جوا بلا مقومات للحياة. أنا حكيت اليوم بمقال بالنهار بقول بيفوتوا النواب اللي عم بيزوروهم. نرجع من عيد بس. بالطبع في تضييق معين، مثلا بيقطع عنهم الكهرباء. هيدا حكيت اليوم انا بمقال كتبته بالنهار، انه اللي بفوت هلا لعند النواب بيقطع من حد غرفه فيها اناره، فيها تيار كهربائي، بينما بتطلع على قاعه الهيئه العامه ما في اناره. يعني قدرانين هن يوصلوا كهرباء لهؤلاء النواب، وكانه في البعض اخذ عليها انه هي مساله شخصيه تحدي. هؤلاء النواب هن عم بيطبقوا الدستور، المجلس البرلمان هو دائم الانعقاد متى فل اخر رئيس ميشيل عون من القصر. انحكى انه هناك تهديدات للنائب ملحم خلف هو نفيها، ولكن انا برايي اليوم هؤلاء النواب هم ايضا مهددين، لانه النهج اللي كان دائما بتمارسه هذه السلطه مع اي صوت معارض هو نهج قتلي، نهج اجرامي، نهج قمعي. هؤلاء لهالدرجه؟ لا، نحن شاهدنا شهداء للصحافه، شفنا سمير قصير، شفنا جبران تويني، شفنا حسين مروي، شفنا مهدي عامل، شفنا سهيل طويلي، شفنا رياض طه، شفنا شهداء لاقلام الصحافه، لانهم كتبوا كلمه معارضه ضد هذا الحكم وهذه السلطه وهذه الميليشيات. هذه الميليشيات اللي قتلتهم بالحرب الاهليه هي استلمت السلطه اليوم، شفنا كيف بيتعاطوا معها. بتصور اكيد انا بخاف على هؤلاء النواب ان يكون يتم استهدافهم باي طريقه ما، ولكن انا بقول لك حكى انه مهددين امنيا، ولكن لا، التضييق عليهم هي تضييق. بدنا نشوفوا قد ايه في لهم، قد ايه نفسهم طويل ومقومات الحياه جوا. يعني بدنا ايه هلا هن بيقولوا بدنا نفس طويل، مزبوط. السؤال اللي يطرح انه معقول مجلس النواب ما فيه يو بي اس، انه بطاريه ولمبات اضاءه، او ليش ما بيجيبوا يو بي اس ولا ممنوع؟ ما في يو بي اس، ما في اليه تصويت الكترونيه، ما في اساسا. هذا المجلس لحد هلا هو مجلس من التاريخ،
بكل شيء، لانه ما بيواكب العصر الحديث، ما بيواكب القوانين الحديثه. بعدنا نحن بناخذ قوانيننا من ايام العهد الفرنسي والعهد العثماني. اليوم نحن يا اما بنبني هيدي الدوله دوله قانون ومؤسسات قوانين حديثه، نبني الدوله وبنيتها التحتيه ونبني مفهوم المواطنه. رئيس المجلس ولا مره خالف النظام الداخلي ابدا فيما يخص القوانين الموجوده، يحافظ على القوانين بحرفيتها، ولكن قد ايه عم تاثر هيدي يعني تطبيق هالقوانين برايك؟ صارت القوانين يعني العطل من القوانين مش من تطبيقها، شو بدك تقول؟ اول شيء بالنسبه له لرئيس البرلمان هو اساس قوننه السرقات والنهب والمال العام والاستدانه وانهيار الدوله، وما وصلنا اليه هو بيتحمل المسؤوليه الاولى بهذه الدوله، ونحن اليوم هو عم بس هو رئيس هو البرلمان ما هو رئيس البرلمان هو الصدق، هو اللي كان يصدق بلا ما نعرف مين كان عم بيصوت بالنعم ولا هذا من هذا النهج، وهو وشركائه في الحكم، واليوم عم بيخالف الدستور، لانه هذا البرلمان مش بحاجه لدعوته ليكون ينعقد، هذا البرلمان هو دائم الانعقاد. اكدتوا من هاي المعلومه دستوريه؟ هذه معلومه دستوريه، انه متى خلص عهد ميشيل عون او اي رئيس اخر، البرلمان هو دائم الانعقاد ومش بحاجه لدعوته، وعلى النواب اليوم انه يلتحقوا بزملائهم ويعقدوا هذه الهيئه العامه، ولكن هو دعا للجان هذا الخميس وخالف هو العرف اللي كان عم بيقدمه كل خميس، انه لا نحن ندعي لانتخاب رئيس. القوانين في البرلمان كلها قديمه، مثل هذا البرلمان هو قديم، كمان الاصلاح بده يبلش من تغيير اليه عمل البرلمان اللبناني اللي عم يتحكموا اليوم فيه اناس غائبين كل البعد عن الحداثه. المجتمع الدولي اليوم لماذا لم ينظر الى هؤلاء النواب ابدا؟ ما لاحظت انه المجتمع الدولي ما قال انه في نواب بلبنان معتكفين يحاربون الفراغ، ما بدهم الفراغ، يتمردون على الفراغ، لانه هم شركاء لهم بمكان ما، المجتمع الدولي هو شريك هذه السلطه. شفنا مانويل ماكرون كيف بعد انفجار المرفأ اجى عوم هذه السلطه من اول وجديد، وعدنا بوعود، نحن قلنا النظام رح يسقط. عداك عن هيك اموال هؤلاء اللصوص يلي سرقوها، ودائعنا سرقوها، حاطينها بال عند الاوروبيين وعند الامريكان، فكمان هم شركاء بمكان ما، والا لو هن حراسين على المجتمع اللبناني كنا شفنا اداء دولي مغاير لما شفنا عليه. شفنا اليوم لجنه قضاء اوروبيه عم بتحقق بالقضايا الماليه في لبنان، ولكن السؤال كيف رح توصل وشو النتائج اللي ممكن تطلع منها، ولو لم يتحرك هناك اشخاص مودعين اوروبيين لما تحرك هؤلاء القضاة في الداخل ايضا. يعني المجتمع الدولي برأيك سيظل صامتا. طب بدي أرجع لموضوع الاستحقاق الرئاسي، من لدى الفريق الآخر، من هو المرشح لدى الفريق الآخر، يعني فريق الثنائي ومن يحالفه، مين هو المرشح عندهم؟ ليش مخبى هيدا؟ اساسا هن دائما بيتعاطوا بهيدي الطريقه، انه ما بدهم يحرقوا مرشحهم، بس مرشحهم معروف، مرشحهم سليماني فرنجي، يعني هذا الواضح للعلن، وعم بيروجوا له ضمن ابواقهم الاعلاميه اللي بتطلع على المحطات الاعلاميه، بيحكوا انه مرشح سليماني فرنجي هو الاوفر حظا، له علاقات عربيه جيده، له علاقات مع سوريا، عنده علاقات مع ايران ومع الامريكان، عم بيروجوا له بهذه الطريقه، ولكن ناطرين لينضج نوع تسويه اقليميه، ما بعرف شو عم بيراهنوا، مثل ما هن دائما كانوا يراهنوا على القصص الاقليميه والقرار الخارجي دائما بيجيهم من الخارج، ولا مره كانوا عندهم قرار لبناني حقيقي في هذا في هيك هي استحقاقات. لهي الدرجه ان يعني عم تقول مرتهنين انه في قوى اخرى كمان عندها علاقات مع الخارج؟ ولكن نحن عم نحكي عن هيدا الفريق، ايه هو فريق مرتهن للخارج وعنده ارتباطات اقليميه، ودائما القرارات اللي بيتاخذها حتى الترسيم يلي هو اخذه هو قرار له علاقه بازرع خارجيه وقرار اقليمي، يعني مش لبنانيين صرف الجماعه، هم مواطنين لبنانيين ندعوهم ليتصرفوا معنا على بهذه الشراكه الوطنيه، بس هن كل ادائهم السياسي التاريخي هو عنده امتداد خارجي. اذا من هو المرشح؟ يعني مثل ما يعني اذا لا يعني تحريتوا، من هو المرشح برايكم بتحليلكم؟ الواضح لحد هلا مرشح 8 اذار هو سليماني فرنجي، هذا شيء صريح وهذا الشيء الواضح، يعني مش جبران باسيل، يعني تقول لي جبران باسيل، واخشى انه يكون مرشحهم رياض سلامي لانه كمان هو شريك لهي الدرجه، شريكهم رياض سلامي، وهو اللي بغطيهم وهو اللي بمولهم وهو اللي بيتلاعب بالدولار معهم وهو اللي بمول عصابات الصرافين التابعه لهم وهو اللي بيعطي بيمول لهم ودعم لهم البنزين ليهربوه الى الخارج وهو اللي دعم لهم الدواء ليحتكروه بمخازنهم، وشفنا حمد حسن كيف كان عم بداهم هذه المخازن في الماضي.
بالطبع يعني هن بيتحملوا مسؤولية والجزء الآخر بيتحمل مسؤولية لأنه كلهم شركاء في هذه السلطة. شكرا لك محمود فقيه الكاتب والصحفي في جريدة النهار. إذن هيدي هي الأجواء أمام البرلمان. طبعا نحن سنواكب معكم ما سميته الاعتكاف البرلماني، وطبعا المقصود الاعتكاف البرلماني هو البقاء في البرلمان من قبل النواب الذين يعتبرون أن الدستور يتيح لهم بأن يظلوا داخل هذا البرلمان حتى ينتخبوا رئيسا للجمهورية. طبعا غدا سنواكب هذا الموضوع، سنرى من سينضم إلى النواب الموجودين داخل البرلمان، وسنعرف ما إذا كانت الحلحلة على الطريق فيما يخص الاتصال أو التواصل بين نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وهؤلاء النواب، لأنه كان من المفترض أن يتواصل وأن يجتمع الياس أبو صعب نائب رئيس البرلمان مع هؤلاء النواب، لكنه عاد وتراجع عن هذا القرار بحسب ما كتبت الصحف اللبنانية. شكرا لحسن المتابعة، وسنوافيكم بكل جديد بإذن الله.